بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج فتاوى. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملك. السلام عليكم معالي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا حياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، أذكركم بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسائل النصية فقط 05 01 7 8 5 5 3 6. على بركة الله نبدأ معالي الشيخ بما سأل عنه أحد الأخوة. يسأل عن شرح للحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث يبين من هم أهل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني. أهل الله هم أولياء الله وأحبابه، المستقيمون على طريقته، المستجيبون لأمره. هؤلاء لهم علاقة بكتاب الله، لأن كتاب الله هو المنهج. صحيح. ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط، صراط مستقيم. ومن تنزيل العزيز الرحيم، هذا الصراط تنزيل الله، فهم على هذا الصراط يتلونه ويعملون به ويتدبرونه ويتأثرون به. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله، يقرؤون تلاوة والترتيل، هذه من أعظم العبادات، وهي خاصة بالقرآن الكريم. والله تعالى أثنى على الذين يتلونه حق تلاوته، يتلون القرآن حق تلاوته، لأن تلاوة القرآن تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظية فقط، هذه يشترك فيها المؤمن والمنافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. لكن المؤمن الذي يقرأ القرآن شو مثله؟ مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. فعلينا أحبتي في الله أن نكون من أهل الله، من أهل القرآن. وهذا هذه الخيرية العظيمة المباركة لا يجوز أن نجعلها فقط في رمضان، يعني طول السنة. صحيح. طول السنة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كانوا ينامون ويقومون وهم مع القرآن، فكان بعضهم يختم كل ثلاث، بعضهم كل 7 أيام، وبعضهم كل
10 وبعضهم كل نص شهر وبعضهم كل شهر يبدأون ويعيدون في قراءة القرآن، وصلوا إلى مرحلة أن الله جعل القرآن ربيع قلوبهم، ربيع مستأنسين بالقرآن العظيم، يقرأ مستأنس لا يترك ورده منه. لذلك نحن ندعو أنفسنا وإخواننا إلى أن نكون من أهل القرآن، لأنهم أهل الله وخاصته. نعم بارك الله فيك. خاصة ونحن قد ودعنا شهر رمضان المبارك، وهناك كثير من الشباب ولله الحمد قرأوا القرآن وختموا القرآن، يعني توجيه لكم باستمرار هذه القراءة في ما بعد رمضان. هذا الذي قلنا الآن قبل قليل، نقول لا يكون تكون علاقتنا في رمضان برمضان بالقرآن في رمضان فقط. السلف كانت علاقتهم دائمة، كانوا يقرؤون القرآن كل وقت، منهم من يختم طول السنة كل 3، ومنهم من يختم كل أسبوع، منهم من يختم 10 أيام، وهكذا كان القرآن ربيع قلوبهم. نعم الشيخ هذا يسأل يقول: في رمضان الماضي أجريت لوالدتي عملية وهي كبيرة في العمر ولا تستطيع الصيام، فماذا يجب عليها أو أجريت لوالدتي؟ ما دام أنها لا تستطيع وأنه مرض لا يرجى برؤه، فوالدتك تنتقل من الصيام إلى الإطعام. يعني عندنا عبادة الصيام وعبادة الإطعام ولا عبادة، لنا 3 حالات. الصيام قادر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا شهده وهو قادر مقيم يصوم. طيب، ثانيا إذا لم يستطع الصوم لمرض لا يرجى برؤه، حينئذ ينتقل إلى الإطعام، يصير فرضه الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه رجم اثنين. رجم 3، شيخ كبير شايب أو عجوز وصلوا إلى مرحلة الخرف النهائي أو المتوسط والبدائي، النهائي اللي ما عاد يعرف عياله ولا يعرف الليل من النهار، هذا النهائي. والمتوسط والبدائي لا، يعرف عياله ويسعيد ويسولف وكذا، لكنه مسكين إذا كبر في الصلاة تلفت، صلى ركعة تلفت ولا خلص الصلاة ولا راح، إذا صام يقول بصوم يتسحر مع الناس، إذا جاء الظهر راح يفتح الثلاجة ويأكل، يعني ما يضبط العملية العبادة إلى نهايتها. هذا أيضا ما عاد عليه شيء، خلاص ما عاد. إذا أخذ الله ما وهب من العقل أسقط ما وجب من العبادات. نعم بارك الله فيكم. طيب، هذا يقول: من لم يستطع إخراج زكاة الفطر بسبب قلة السيولة المالية ماذا عليه؟ أول شيء يا شيخ أني أشك في مثل هذا، يعني هذا الآن اللي يقول إني ما أستطيع، تلقاه الآن يعني لو بغى لها أي شيء من هالمشروبات راح يشتريه. صحيح، ها راح. هذه زكاة الفطر مرة واحدة في السنة، وبعدين يا أخي ترى يعني فيه زكاة فطر غالية وفيه زكاة فطر رقيقة، يعني في بعض مناطق المملكة الآن يسألون يقولون نزكي بالطحين بالدقيق، يأخذونه من صوامع الغلال، الكيس أظنه ب40 ريال أو بأقل من 40 ريال، في 45 كيلو. أنت معي؟ نعم. 45 كيلو، 45 كيلو، إذا قلنا زكاة الفطر كيلوين ونص، يعني كم تجي؟ يمكن الله أعلم 18، لكن إذا قلنا 2.5، إذا قلنا 2 كل شخص لكيلوين ونص، وهذه تقريبا في الوسط، فعندك 10 ب25، عندك باقي 20، 20 يطول العمر على 2.5، 18 واحد يزكي لهم ب40 ريال، يعني ريالين. نعم، زكاة الفطر ريالين،
وهكذا يا إخواني الآن، يعني الأمور، الأرز حتى الأرز الآن يختلف. نعم، لينفق ذو سعة من ساعة من سعته، يعني السعر مختلف يعني. نعم، وأيضا فيه ناس ضعوف، في مثل الآن عمال البلدية المسلمين اللي عندنا الآن ترى ما يشترون الرز الغالي، يشترون الرز رخيص بمئة ريال أو بأقل، 40 كيلو، يعني الكيلو بريالين ونص، ويفرحون به بعد مساكين. فنحن نقول لأخونا اللي يقول ما أستطيع زكاة الفطر، أولا لا تحسب زكاة الفطر مثل ما يحسبون هذا الناس اللي يدعون التبرع الكذا، وترى زكاة الفطر ب20 ريال بكذا. دور على قدك، مثل الأضاحي، بعض الناس الآن يجينا في الأضاحي ويقول والله ما أستطيع أنا، والله يا أخي الضحية رحت ولقيتها ب1800 ريال، يا أخوي فيه بربري ب400 ريال، يقيم السنة، تقيم السنة الحمد لله، وتضحي ويفرحون عيالك صح، وتاكل لحم ها صح، وتقيم السنة، وربما البربري حقك ذا أبرك أفضل عند الله من سبحانه، من ذاك اللي ب3000 صحيح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال درهم فقير خير من 1000 غني، 1000 غني. فأنا أدعو يا إخواني، أدعو، هذه زكاة الفطر تراها زكاة البدن، وما بل في السنة مرة، الواحد يا إخواني يخرجها. يسألوني بعض الناس يقولون تأتينا زكوات فطر من الرز الطيب ونبي نطلع منها، هي جايتنا زكاة، يجوز نطلع منها؟ أي نعم يجوز، لأنك إذا جاتكم أنتم تملكونها، وإذا ملكتوها سووا فيها اللي تبون، يعني تصدقوا منها، زكوا منها، بيعوا، أنت ملكتها خلاص. صحيح. نعم نعم، بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل للفاصل، من أعطي زكاة الفطر كوكيل ولكنه تأخر بإيصالها للفقراء، من يتحمل ذلك؟ هو نفسه؟ أي نعم. أحسن الله، لأنه لو قال لصاحبها ترى ماني مطلع عقب يوم العيد، قال لا ما أعطيك إياها، فهمت ولا لا؟ جزاك الله خير، نبقى مع هذا الفاصل ونعود إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم، نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. معالي الشيخ، هذا يسأل يقول ما الفرق بين الرجاء والتوكل؟ الرجاء طمع الانسان في امر قريب المنال، ويطمع فيه مع ذل، يرجو لقاء ربه، يرجو ان الله يعطيه كذا، ان الذين يرجون لقاء الله. وأما التوكل فهو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه ثقة بالله تعالى، ثقة بالله تعالى. فالمؤمن يتوكل، يعتمد على الله ويثق به ويرجو ما عند الله، يرجو. والرجاء والخوف جناح طائر، لا يصلح الإيمان إلا بهما وبتوازنهما، لأن الرجاء إذا ارتفعت نسبته وقلت نسبة الخوف صار الإنسان من المرجاة اللي ما عاد يخافون، ويمكن يقعون في مصيبة كبيرة اسمها الأمن من مكر الله، هذه مصيبة صحيح، كبيرة جدا. وإذا غلب جانب الخوف وضعف جانب الرجاء، الشيطان يوقع العبد في معصية كبيرة اسمها اليأس من روح الله. تجد الشاب الآن والفتاة يقول ما بالله غافر لي، أنا أذنب كثير، أنا ما خليت شيء، ما عملت، أنا هذا وقع وش فيه؟ في اليأس من روح الله. عندنا الآن شابين، عندنا شابين، شاب يروح يعمل معاصي، يقول يا رجال ربي غفور رحيم، متع نفسك، والله الله غفور رحيم، ما أبد لا تشرك بس وسوي اللي تبي، ها؟ هذا عنده مرض اسمه
الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. شاب آخر على النقيض يقول يا أخي ما بالله غافر لي أنا لو ما خليت ذنب ما عملته أنا يعني أعوذ بالله كل شيء سويته من الحرام أنا ما أنا أظن أني من أهل النار أنا هذا وش وقع فيه؟ يأس في اليأس من روح الله اليأس من رحمة الله وكلاهما ذنب ذنب عظيم. ولذلك المؤمن عليه أن يرجو الله وأن يخاف الله وأن يتوكل على الله يثق في الله ثقة ثقة عظيمة مع حسن العمل مع حسن العمل. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أثر الستر على حياة الإنسان والمجتمع. والله يا أخي هذا الحديث من أحاديث الوعد العظيم. من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا في حديث آخر يعني يجعل الله الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. والحديث اللي عندنا لا يستر عبد مؤمنا في الدنيا إلا ستره الله في يوم القيامة. هذا الحديث اللي عندنا الستر يوم القيامة. لكن الحديث الآخر يبين أن الله يستر العبد هذا أيضا في الدنيا والآخرة. فمن ستر المؤمن جزاؤه من جنس عمله يستر الله تعالى عليه. مثل من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة أو من كرب يوم القيامة. فهذا الجزاء من جنس العمل. والرجل اللي من بني إسرائيل كان يقول للموظفين عنده إذا جاءكم المعسر تجاوزوا عنه. فلما جاء يوم القيامة تجاوز الله قال الله الملائكة هذا عبدي يحب التجاوز عن المعسرين تجاوز أجيزوه يعني تجاوزوا عنه. وهذه في الثواب. ومثلها العقوبات من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. من استعمل آنية الذهب والفضة وأكل فيهما في الدنيا لم يأكل فيهما في الآخرة. المتكبرون في الدنيا يحشرون يوم القيامة أمثال النمل الذر يطأهم الناس عقوبة لهم بنقيض قصدهم. فهذه من الأشياء التي تحدثت عنها السنة. نعم أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله. ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعدد؟ يعني معدد الزواج؟ أي الله يعني معدد القروش. معدد الزواج من أهم صفاته أن يعرف الطريق اللي يمشي فيه. أن ترى أمامك بني آدم حريم يزعلن ويحط من الحبة قبة ويعني بعضها أيضا من لا شيء تزعل. فيعني لا تستغرب مثل هذا. أنت يعني ينبغي أن تعرف البيئة التي ستعيش فيها. هكذا بني آدم. الأمر الثاني أن يكون الإنسان عادلا ولا يترك على نفسه فرصة. وأيضا يحاول أن يدخل إلى القلوب بحسن الكلام. ترى الكلام الطيب هو اللي يدخل على القلوب. الأمر الثالث أيضا في الأمور التي يعني ينبغي للمتعدد أن يهتم فيها أنه يترك بعض الحدس يفوت. مو بكل كلمة لازم ترد على ما يدقق. إيه؟ لا تدقق. ولذلك واحد جزاه الله خير تزوج وعنده جار مع ثنتين. قال له يا أبو اسمه أبو صالح تكفى علمني أنا توني داخل. قال شف يا وليدي أنت خل عندك زبيل من شد وحلت حسي فيها المرة منه لا تجلس ترد إلا الأمور اللي فيها حاجة. الأمور اللي يحتاجها الإنسان الأمور اللي يستقيم عليها البيت ما يخالف يناقش ويرد وتدري. وأما الكلام اللي على الأطراف هذا اللي ما له نفع
في خلي يا أخي يروح يتب غير المجال سو كذا أعمل يعني وخلي الدعوة. الأمر الرابع لا تحاسب الزوجة على كل صغيرة وكبيرة، ترى يا أخي إن حاسبتها نشبت تجاهل. أي نعم تجاهل بعض الأشياء وخلها تروح، واعمل بقاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات. لا تجي تشوف عيوب زوجتك بس، لا ترى فيها عندها حسنات. أكيد عندها حسنات الزوجة اللي أنت. ولذلك إذا بغيت تناقش تصور الحسنات علشان تخف عليك السيئات. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ حاطب بن أبي بلتعة وأخبر أهل مكة عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عمر وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا، هذا من أهل بدر، هذا له سابقة جميلة. أي نعم. ولذلك ينبغي الإنسان يا إخواني أنه ما ينسى كل شيء إذا جاءت مشكلة صغيرة. صحيح. لا، تذكر الحسنات، فإن ذكرى الحسنات هذه تخلي الإنسان يتوازن ويصدر الكلام بعد روية، ولا يشد في أمور لا يجوز فيها الشد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول في رمضان الماضي صابني تعب وإرهاق بعض الأيام وأفطرت، إن شاء الله سوف أصوم القضاء، هل يلزمني كفارة؟ لا يلزمك، ما دام أنك بتقضي في سنته لا يلزمك كفارة. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما في عليك كفارة، ما في. الحمد لله. أي نعم. لكن لو ترك بدون عذر بدون عذر وطاف عليه رمضان ثاني عليه يطعم، لكن لو تركه بعذر يعني استمر المرض، مثلا واحد زارع كلية نسأل الله له العافية، قال له الطبيب لا تصوم السنة دي ولا السنة الجاية، فترك الصيام سنتين وقضى بعد الثانية، ما عليه شيء. ليه؟ لأنه أفطر لعذر. نعم. فالفدية هذه أو الكفارة هي على الذي يؤخر بدون عذر، الكسلان اللي كل يوم يقول بعدين. تسويف. التسويف، صاحب التسويف. نعم. ما حكم قول الله يكفينا شر ما في الغيب؟ هل هذا الدعاء صحيح؟ هذا لم يكن دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يذكر عن بعض الناس قولهم اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم فاكفنا شر ما في الغيب، هذا دعاء يذكر. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فقول فجاءة نقمتك هذه ما في الغيب. صحيح. ما يدري الإنسان إلا الشيء جاية، فالإنسان يعني هذا الدعاء ليس في شيء، ما في محذور. صحيح. لكن يعني لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال عن صيام الست، هذا يقول هل يلزم المواصلة في صيام الست من شوال، يعني قصده التتابع، أو يوم ورا يوم وهكذا؟ لا، ما يلزم صيام الست، صيام نافلة، إن أخذها متتابعة ما في بأس، إن صامها ابتداء من اليوم الثاني ما في بأس، لأن يوم العيد حرام الصوم فيه. إن صامها الاثنين والخميس ما في بأس، إن صام الاثنين وأيام البيض ما فيه بأس، يعني الأمر فيها سعة، الأمر فيها سعة. الحمد. نعم. جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك. وأنتم أيضا أخي جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر جنودنا المرابطين على الحدود واكفنا شر الأشرار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.